إذا كنت لا تتمتع بقدر معقول مما يعرف بالذكاء العاطفي في مكان العمل، فقد تتصرف مثل هذا المسؤول مع موظفيه وزملائه كما يبدو في هذا المشهد التمثيلي الفكاهي. قد لا يوجد حتى الآن تعريف جامع مانع للذكاء العاطفي، لكن ثمة إجماعاً على أن أي تعريف لهذا المصطلح عادة ما يتضمن العناصر الجوهرية التالية: أولاً، القدرة على الحكم على المشاعر الشخصية ومشاعر الآخرين بشكل موضوعي. ثانياً، قدرة الشخص على تحديد مدى تأثير مشاعره وانفعالاته الخاصة على مشاعر وسلوك الآخرين. ثالثاً، قدرة الإنسان على إدارة تلك المشاعر بشكل سليم، وذلك للفوز بعلاقات شخصية واجتماعية ومهنية سوية. ومن ثم فإن أبرز سمات هؤلاء الذين يحظون بمستوى مرتفع من الذكاء العاطفي هي الوعي الذاتي، أي معرفة الذات معرفة صادقة بكل حسناتها ومساوئها. التحكم الذاتي، بمعنى السيطرة على العواطف والدوافع النفسية والعاطفية. التفهم التام لمشاعر الآخرين. الاستماع الجيد بل والعميق للطرف الآخر. الحماسة الذاتية وبث روح التفاؤل في الآخرين. القدرة على وضع الحدود. الوعي بالمشاعر السيئة. الاهتمام بلغة الجسد. مراقبة ردود أفعال الآخرين وتحليلها. وفي مجال الإدارة، فإن مظاهر الذكاء العاطفي تشكل أكثر من 85% من القدرات التي تميز المدير الناجح عن نظيره متواضع الأداء. فهذا النوع من الذكاء يشكل عنصراً أساسياً في القيادة الفعالة بإجماع خبراء الإدارة، وعلى نحو قد يجعل الموظف سعيداً أيام سعادة بوظيفته. تقول مجلة فوربس المالية الأمريكية في هذا الصدد إن القادة الذين يتفاعلون مع فرق عملهم بمشاعر سلبية مفرطة يشكلون تهديداً خطيراً للكيان الإداري لأي مؤسسة. ومن ثم يشدد خبراء الإدارة على حتمية تعليم الطلاب في الجامعات والموظفين في المؤسسات مهارات الذكاء العاطفي في مكان العمل، لأنها أصبحت من المهارات المهنية الأساسية خلال القرن 21. وهذه المهارات تشمل الأمور التالية: القدرة على التقييم الذاتي بشكل موضوعي، التعاطف بمعنى القدرة على أن تضع نفسك في مكان الآخرين وأن تتفهم مشاعرهم تجاه موقف معين، ضبط المشاعر وذلك عبر تشكيل ثقافة موحدة تسودها الروح الإيجابية في المؤسسة، القدرة على بناء علاقات عمل عميقة ومتوازنة، القدرة على إيجاد أساس مشترك بينك وبين الآخرين، وأخيراً تعزيز مهارة التواصل الفعال مع الآخرين، وذلك من أجل تحسين العلاقات المهنية وخلق ثقافة تنظيمية إيجابية، وبالتالي زيادة الإنتاج والإنتاجية.